غزة تحت النار ولا حلول سياسية ممكنة ولا طرف يقدر يحسم الأمور لصالحه، بالتالي الأزمة مستمرة والحلول بعيدة بعيدة جدا. والله يحفظك. الواقع أن القمة عبرت عن إرادة الأمتين العربية والإسلامية، وتحدثت باسم الضمير العربي الإسلامي، وهي في الواقع جسدت غضب الأمتين. وبالنسبة للقرارات، صدرت عنها قرارات عملية تنفذها أمانة المنظمتين، منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. القرارات الإجرائية على الأقل بدء رفع الدعاوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، فتح معبر رفح بدون استشارة إسرائيل، وبدء إدخال المساعدات. وأعتقد أن اليوم فتح المعبر وبدأت بعض الإغاثة السعودية تتسلل نحو جنوب قطاع غزة. القرارات التي خرجت من القمة كان بعضها جيدا، لا أقول أن كل القرارات جيدة، بعضها كان هو فرض فتح المعابر والمطالبة بإيقاف إطلاق النار أو إيقاف هذا الإجرام الصهيوني على أبناء غزة. كل جهد سياسي ودبلوماسي لإيقاف هذه المجازر هو جهد مبارك، ولكن أعتقد أن هذه الإجراءات لم تكن كافية. كلما استمر هذا العدوان سوف تتصاعد هجمات محور المقاومة على المصالح الأمريكية والقواعد الأمريكية وعلى الكيان الصهيوني، وتدخل أسلحة جديدة ويكون تأثير أكبر. أما أن نذهب إلى صراع شامل في المنطقة، ووقتها لن تكون هناك براميل نفط تخرج، لن يكون هناك قواعد سالمة، لن تكون هناك مصالح سالمة، أو ينتهي كل هذا الإجرام الذي يسمح به القانون الدولي وتهلل له الدول، والولايات المتحدة تمنع إيقافه في مجلس الأمن. أن هذه الحرب أحرجت الجميع، أحرجت الدول العربية اللي احنا نعرف شنو موقفها ومتأكدين من عندها، ونعرف هي عبارة عن قنبلة صوتية لا أكثر ولا أقل. ومحور المقاومة طلع مثل سويف خليف، مثل سويف خليف كل شوية بس يطلع يحده وهذا ويرجع يحطه بالغمد مالته. السيد حسن نصر الله صار مثل المحلل السياسي، طلع بالخطاب مالته مثل كأنما أنا دا أحلل وأقول طبعا إسرائيل تخسر وهذا الدليل، والمقاومة تربح وهذا الدليل، وإلى آخره. مو هذا هو المطلوب. طلع سويفك، يعني مطلوب من خليف الآن يطلع سيفه، لا يظل بس يحده.